عليكم حبيباتي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم رجعت وياكم بفيديو جديد. طبعا راح اسوي نفس فصار ديش ذاك النفنوف، بس هالمره فصار مو دبل كلوش، هالمره فصار عدل، يعني نفس البرنسيسه. هاي قطعه مترتين ونص، هذيك كانت 3 امتار، لهذا سويتها دبل كلوش. هاي مترتين ونص، اريد اسويها تقريبا مشابه للفصار مالتها، زين. بس الموديل راح يصير غير موديل، زين. بس يعني الكسرات نفسها، والتقريبا الفصائل هم نفسها، بس شنو، هاي على مترتين ونص، هذاك على 3 امتار. هل ما اشوفوا بنات، هسه هاي عندي قطعه مترتين ونص حريم السلطان، شوفوا هاي الحاشيه، هاي اطبقها بهالصوره. هسه انا طابقتها طبقتين، راح اجي اطبقها 4 طبقات وافرشها كانه ما قاعده افصل دشداشه عاديه، مو يعني نفس الدبل كلوش. بنات حبيباتي، هسه هنا هاي القطعة طابقتها 4 طبقات، راح اجي افصل البرنسيسة مالتي، افصلها فصال عادي، انطي شبر بالفوق، زين، انطي شبر يعني 20 سنتيم، احسب 20 سنتيم واقص، زين، هاي 20 سنتيم، وابدي انزل. من لما انزل بعض بنات انتبهوا على هاي، انزل لقيت، انزل راح انزل 12 سنتيم عدل، زين. بعد 12 سنتيم ابدي ادور، زين بنات، دورت. هسه هنا اتوقف، دورت شوية وتوقفت. هسه راح اجي اشوف على المقدار اللي اني مخليته، زين، هذا شبر او 4 اصابع. نجي هسه للدشداشة، هذا شبر وهاي 4 اصابع، زيادة 3 اصابع. هنا انا هسه عندي تمام، انا دائما اخذ القياس، ها، انطي زيادة. فهسه هو جاني عدل، اخذت القياس وطاني زيادة 3 اصابع، زين. خلي دا نقيس بالالتشي، هنا انا هذا القياس مالتنا 23 سنتيم، زين. هنا انا عندنا هاي 23 سنتيم وزيادة 3 اصابع، صار 29 سنتيم، زين، يعني تقريبا 3 اصابع 5 سنتيم، زين. هسه نجي نبدي كلوش عادي، ننزل باعه شوية، قوست ونزلت. هسه هنا توقفت، لان انا اريد اصير مقسوم على مود اسوي الخصر مالتي نفس هذاك. اجي اخذ الطول شبر، شبرين، زين، هاي 20 سنتيم، ب20 سنتيم هاي 40، زين، هاي 40 سنتيم اخذها. هاي بنات ايش راح اجي باعه، راح اجي اقص عدل منه، بالنهايه ابدي شويه ادورها. شوف بنات، لازم هيك شويه ادورها على مود ما تهدر عندي بالفصال، زين حبيباتي. هذا ايش راح اسوي، هذا خلصنا من عندي. بالنسبة للكمر هنا أنا شوفوا، لما راح أنزل، لما راح أنزل شبرين، شوفوا شبر، شبرين نزلت. إيش قد الكمر عندي هنا أنا؟ شبر وهم 4 أصابع. فأنا إيش راح أجي؟ راح أجي أخذه شبرين، زين، أو شبر وفتر، زين، على مود الكسرات. لأن من راح أخذ الكسرات، هذا عندي صفحة الخصر راح تصغر، الكسرات راح تاخذ. شو هسه من اريد اخذ كسرات باع شلون يصغر عندي، ها، فانا شو اريد، ما اريده يصغر، اريده يكون هو هو. هسه نجي هنا بنات للقماش، باعوا اخذ العرض مالته شبر، شبرين، هذا لازم يتعدل. انا ما دام عندي شويه قطعة طويله علي، فعلى راحتي اقدر اتحكم بيها. شبر، شبرين، باع بنات، راح اجي ايش راح اسوي هسه. هذا شلته، باعوا بنات، راح اخذ نفس الاجراءات اللي اخذتها بذاك الفصال، زين،
يعني باعوا. هسه مو عندي هذا الوسط مالته، هم راح اسوي بنسه انزل به. انا ذاك نزلت به شبرين وخمسة اصابع، هذا راح انزل به شبر فقط، ما اريده يعني يصير هواي الكثره مالته. بالمناسبه هو هذا الي وذاك انطيته لان ما حبيت الدبلت، عشاني ما احبه. شوفوا بنات هسه ايش راح اجي، اجي انا هذا اخذ من عنده اصبع زين، انزل به شبر احدد 20 سنتيم او 22 سنتيم او 23 سنتيم، احدد اللي جاي الكثره. هم اسويها مربعا، اخذ همينه مساحه وهم اسويها، وبالصفحه الثانيه همينه، وبصفحه الظهر كذلك نفس الشيء زين. هسه عفونا من هذا الفصال، راح تبقى عندنا الردن، الردن بعد تبقى هاي بالكيف، تردينها ردن كامله. شوفوا هذا الزايد يطلع عندي عادي، بس هو مساوي من النار جنساوي هاي انقطعتنا. ناخذه ثلاث اشبار، ثلاثة وثلاث اصابع طبعا اذا كانت طويلة زين. طيب باع بنات، بالنسبة انا للردن مالتي اخذ شبر شبرين ثلاثة زين. بالنسبة للثلاثة مالتي يعني كل زين، لأن هو قياسي مدام أني ناعمة فدائما خذوها قاعدة بنات. البنية الناعمة تصير الردن مالتها أكثر يعني من الردن المعتاد ناخذ ثلاثة أشبار وثلاثة أصابع، لا أنت دائما خلي القياس عندك وقيسه على إيديها من الكتف لحد المعصم، وتنطين زيادة ثلاثة أصابع للخياط زين. شبر شبرين ثلاثة، وراح انطي فد اصبعتين للخياط. طبعا من اريد اكف قبل لا اكف اخذ قياس النهائي حتى اذا بي طول اقصبه. بنات الناس منوعة، النسوان والنساء العفو والبنات كلها انواع، يعني اكو قصيرة اكو طويلة اكو سمينة اكو ضعيفة اكو وسط اكو خص اكو عندها بطن وهي ضعيفة واكو ما عندها بطن، فانتوا خلوا بالكم هذا الشيء زين. بنات هسه شوفوا احنا هاي الردن طبعا مفصلينها فيديو واحده زين، انا هم راح اجي اخلي لكم الرابط مال الردن بصندوق الوصف، وراح اخلي لكم الفيس مالتي واقدم لكم نفسي. انا هواجس الم ام سجاد، اللي ما تعرفني واول بدايه تشوف الفيديو تشترك وياي بالقناه. طبعا راح اقدم جديد اكثر واكثر ان شاء الله. خلصنا الردن بنات، وهذا هو البدل مالتي، وهذا هو التنوره مالتي بس على 2.5 بنات، القطعه 2.5 زين. هاي فصائل تردينه برنسيسة، كل شيء اللي تردينه تقدرين تسوينه بيه مو الا دبل كلوش زين. هذا البقع عندي اقدر اخليه بطانة زين، واقدر اطلع من عنده مثل فد فيونكة فد كركش شنو تردين يطلع عندك مدام طلع عندك فائض يعني هواي. هسه خلونا نروح عند لاصق بنات. هسه هاي القطعة مالتني زين، اول ما راح اجي راح اكويها بالاول طبعا، تعلم هاي الطريقة على مود القماش حتى اذا كان عندك ململم جوا يصفط زين. تخلون هاي عدلة همينة، اثبت اللاصق عليها بها الصورة هاي. شوفوا بنات هذا الظهر مات اللاصق اللي يلزق على القماش البيلمعة. بنات انطيكم ميزة، طبعا اللاصق ابو الوجهين يحب العفو، اللاصق الاسود يحب الحرارة، يحب شوية يعني الضغطين بعد عليه بالحرارة، بس الابيض بسرعة عند شيرتك، بس الاسود شوية يحب الحرارة زين. بنات هاي خلوها اخذوها فد معلومة عندكم ان شاء الله تستفادون من عندها. هسه هذا راح ألزقه وارجع وياكم. طبعا راح نحفر حفرة مسبع، انا احب المسبع فراح احفرها حفره مسبع. راح اشوفكم همين شلون، والقياسات هم راح اعطيكم اياها كامله. بنات حبيباتي هسه راح اجي اطبقه بهالصوره هاي زين. ها
هسه راح نجي بعد نفصل، مش عدش زايد فوق تقصينه نساوي يعني. بنات بالمناسبة أنا أخذت 40 سنتيم لأن أنا ناعمة وقصيرة، بس إذا تردينه يعني وعلى وحدة طويلة وش اسمه فتاخذينه شبرين وأصبعتين زين. هاي هم ملاحظة حتى ما أنساها وأذكركم بيها وحتى متفصلون وبعدين يطلع عندكم عائق. طبعا بنات هسه راح أجي أخذ 4 أصابع اللي هي 7 سنتيم زين. انزل شقد؟ انزل 17 سنتيم. بنات هاي القصة من تردون تقصونها تخططون يلا تقصونها زين. انا من اريد اقيس هيجي اقيس هذا القياس يعني 17 سنتيم باو، يعني هذا 17 سنتيم. انا على ايدي لمن اقيس هيجي 17 سنتيم، لمن اقيس هيجي فتر زين. انتم من تنزلون فتر اللي هو 17 سنتيم زين، وحدة تحبه شوية دلعة تاخذها 18 سنتيم، العرض 7 سنتيم، النزال 17 سنتيم، وحدة سمينة وتحب شوية او سمينة او يعني هي تحب الدلع تاخذينها 8 ب18، هذا يعني قياس ثابت. واللي ما شايفه الفيديو مات القياسات الثابته همينه راح اخليكم رابط الفيديو في صندوق الوصف مال القياسات الثابته للفصال العدل. هسه هنا عندي هذا خلصت، راح اجي اسوي عليها بطانه زين، سجاف بطانه، اكو تنظيفه يسمونها اكو التغليفه، بكيفكم هو يا اتمي يرحم لكم اخذوا. هسه راح اجي اسوي عليه واسوي هذا الظهر همينه هذا الظهر. اقص هاي الحاشية فوق لان هاي الحاشية شوية جر لي القماش ما تخلي يعني ياخذ راحته. اجي اجيب القدام علي حتى يصير عندكم نفس القياسات وما يعني ما يبزنق. مثل مرات المبتدئات يقولين طلعت مثل عندي انبوطة الحفرة عندي من قدام، ليش سببها شنو؟ سببها الظهر صغير لهذا بوطت زين. او تقلت شو اسمه مفتوحة من فوق الدلع، ليش سببها الظهر فاتحة يعني ماخذة بي دلع اكثر اوسع يعني هيك اوسع او انزل، فلهذا يصير عندك هذا السبب. نقش الدشداشة ليش ترجع لي وراي؟ ها لان الظهر تحفرينه حيل، فانتي خلي ببالك لازم يكون قياس القدام نفس الظهر بالضبط على مود لا تنزل عفوا تصعد الدشداشة زين، حفرة القدام تصعد اللي فوق زين، او لا يكون دلع او لا تلتم عندك وتبوط عندك الحفرة من قدام اذا شان عندك الظهر صغير زين. فهذين كلهن تجنبيهن بهاي الخطوات. شوفوا بنات خليه نفس القياس، باعوا نفس القياس. اجي شو اسوي؟ البس انزل اصبعتين فقط، شوفوا اصبعتين فقط، هذا هو بعد ما العبي. هسه اجي اسوي عليهن البطانة فقط، هذا هو. بنات حبيباتي هسه راح اجي اسوي الكسرات زين. هذا هو النص مالتي، راح اجي احسب شبر زين، شبر واصبع، لان هسه اصبع راح يروح بالخياط فانا اريده شبر زين. هذا شبر واصبعتين صار، اجي اخذ اصبع تبقى المساحة انت تتحكمين بها مالت الكثرة، يعني تردين شبر تردين شبرين تردين ثلاثة تردين بس 5 أصابع تردين بس 3 أصابع، تبقى هاي انت يعني بعد انت بكيفك زين. هاي اول وحدة نجي ناخذ هسه مساحة، انت بكيفك شقد تردين تنطين مساحة بين كسرة والثانية زين. مثلا نقول هسه هاي 5 أصابع، هذا حدها زين، هاي 5 أصابع وأصبع زيادة أحددها بالأول. هاي الكسرة مالت باعوهن حتى تصير واضحة.
هالصورة هاي راح تقعد عندي الكسرة الثانية. هاي هم أصبع. زين الكسرة الثالثة نفس الشيء. زين بنات شوفوا، خلينا خمس أصابع أو أصبع، يعني ستة أو أصبع واحدة. هاي أصبع هم آخذها شبر أو أصبعتين، هو صار أرجع أقيس شبر أو أصبعتين في هذا حده، أتأكد مرتين ثلاثة من القياس. تدين أول بداية خطط عليهن زين على مود يثبت عندك أحسن. شوفوا بنات الثاني خلصت هذا التنورة، شوفوها خلصت التنورة وهاي الفتحات مالتها. زين هسه اسوي التنورة الثانية وارجع وياكم بنات. هاي الثانية زين، هذا شبر واصبعتين. زين هسه اجي اخذ نفس المساحة مال هذيجة التنورة مال الامام، انطيها نفس المساحة. هاي ست اصابع شبر، العفو خمس اصابع او اصبع، كيف واصبع. زين جقد انزل، انزل شبر واصبعتين هذا حده. صفحة الاخ نفس الشيء بنات. باعوها هسه هاي عندي البطانة مالت القدام، شوف سويتها قد اصبعتين وشوية اخذ. زين ابدي اخيط. ارجع ارفع الباية وادير. اكو من هنا مثل الرجل هيك ترفعيها برجليك. زين تقدرين يعني ترفعين البايه بيها، انا هاي مالتي مكسوره فلهذا استخدم من هنا رافعه مالت البايه. هسه بنات راح اجي اقصص هذا دايره دايره وارجع وياكم على مود نقلب البطانه. باعوا بنات بالسبعة بالمربع، دائما الركن لازم تقصصيه ثلاث قصات، قصة من هاي وقصة من هنا وقصة من هنا. زين بحيث هاي يعني تقدرين من تريدين تقلبينه تنقلب رأسه وياك. زين هسه احنا متعودين عليه دائما نقلبه بهالصفحة هاي ونقلب، صح لو لا؟ هالمرة لا، انا ايش راح اسوي؟ راح اسوي قلبة ثانية، راح اديرها على الظهر، الزمها هيك بهالصورة هاي باعي. من هاي أنا أشوف البطانة أو أكفها، راح أسوي شلون الشريط يعني. هاي حتى الماعدها يعني هواية قماش قد تقدر تستخدم هاي. شوفي قاعد أكفها. شوفوا بنات لما أوصل اللي جاي